دلوقتي مسجون بسبب بتهمة انتحال صفة ضابط بسبب نزوله في محاولة ان هو يجمع معلومات عشان تحقيق صحفي كان بيعمله. بالتوازي مع دوت بيتم شن حملة إعلامية ضد وسائل الإعلام اللي هي مش متبنية الخطاب الحكومي أو اللي هي مش مؤيدة للسلطات لتشويه سمعتهم وتحريض المواطنين ضدهم. فعلشان كده نلاقي ان العنف المجتمعي في مصر زاد ضد الصحفيين في الفترة الأخيرة، نلاقي ان في انتهاكات بترتكب بواسطة المواطنين نفسهم. غير ان في صعوبة تانية بالغة بتقابل وسائل الإعلام المستقلة، وهي ان وسائل الإعلام الرسمية اللي هي المملوكة للدولة بتحتكر المحتوى الرسمي للمعلومات تماما. يعني اي معلومة رسمية الجهات الحكومية بتطلعها للوسائل الإعلام المملوكة للدولة، وبعد كده الإعلاميين ينقلوها او وسائل الإعلام المستقلة تنقلها عن وسائل الإعلام الرسمية. بسأل على البنية التشريعية، انت بتعرض ان هي قبل الثورة اللي هي ما زالت موجودة. ما زالت موجودة، بس احنا لو جينا مثلا قانون الطوارئ وقانون بتاع تنظيم طريق